بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطرة العيوب، العلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: كما أضر ذنب ما أقساه بأن أدمته أو استحلاه، أفضلوا ذنبا لذل جرى على عبادة كستك كبرا. قال رحمه الله: وفضلوا، أي العلماء الربانيون والصالحون العارفون، وفضلوا ذنبا لذل جرى على عبادة كستك كبرا. فقالوا: ذنب أورث ذلا وانكسارا خير من عبادة أورثت عزا واستكبارا. ذكر هذا الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى في الحكم، وذكره غير واحد. قالوا: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا كانت أفضل من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وهذا لا يعني أبدا تفضيل الذنب على الطاعة أبدا، فإن الذنب من حيث النظر إلى ذاته الذنب المعصية من حيث ذاتها شر، والطاعة من حيث ذاتها خير، لكن من حيث العرض من جهة ما يعرض للطاعة أو المعصية قد يختلف الأمر. فمقصود العلماء بهذا أن الإنسان المتواضع المنكسر لله سبحانه وتعالى المخبت المنيب أفضل عند الله تبارك وتعالى من ذلك المتكبر، من ذلك المعجب بنفسه وإن كان مطيع. إنسان عاصي لكن متواضع منكسر خائف من ربه ومولاه خير عند الله تبارك وتعالى من مطيع معجب بنفسه متكبر بطاعته، إذ لا خير في تلك الطاعة التي أورثت كبرا وأورثت عجبا بهذه النفس. وذلك أن الكبر من كبائر الذنوب ومن أعظم الكبائر التي عصي الله تبارك وتعالى بها، وكذلك العجب بالنفس، وشرحنا كلا من العجب والكبر، تكلم عن داء الكبر وداء العجب. فهذا أمر متفق عليه في الجملة بين أهل العلم، واتفقوا أيضا على أن دوام الافتقار إلى الله تعالى مع التخليط خير وأفضل وأعظم من التكبر والعجب مع الصفاء ولا صفاء معهما على الحقيقة. بمعنى إنسان يطيع الله تعالى لكن قد يعصي، قد تزل به القدم، ومع ذلك هو منكسر ومتواضع ودائم الافتقار إلى الله والانكسار بين يديه، هذا أعظم بكثير من ذلك الإنسان المطيع لظاهره الطاعة والعبادة والجد والاجتهاد، ومع ذلك يملأ قلبه الكبر والعجب بالنفس. شتان ما بين هذا وهذا. وفضلوا ذنبا لعذر أو لذل جرى على عبادة كستك كبرى، هذا ليس من حيث ذات العمل، ولكن من حيث ما يعرض للإنسان المتلبس بالطاعة أو المعصية، كما ذكر الشيخ زروق رحمه الله. وذلك أن الطاعة في ذات بالنظر إلى ذاتها خير، والمعصية بالنظر إلى ذاتها شر، لكن من حيث العرض قد يختلف الأمر. ويدلنا على هذا نصوص كثيرة في الشريعة، حديث عبد الله الحمار في صحيح البخاري، كان يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم عليه الحد، وكان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا
ثم يرجع فيها. وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، كانت له صلة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان مبتلا بمعصية بشرب الخمر، كان يؤتى به ويقيم عليه الحد ويتكرر منه هذا، حتى لما جاء به ذات يوم وأقيم عليه الحد لعنه بعض الصحابة، لعنوه ودعوا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. في مقابل ذلك أولئك الخوارج المتنطعون، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. عباد في الظاهر عبادة عظيمة، لكن لا خير فيها، لم تورثهم إخباتا، لم تورثهم تواضعا وإنابة إلى الحق. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي سعيد: يحقر أحدكم صلاتهم إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذلك اختلف العلماء في إسلامهم أصلا، هل هم مسلمون أم لا، وبعض العلماء يذهب إلى تكفير الخوارج لأنهم كانوا يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، وغلوا وتنطعوا في دين الله عز وجل. فالحاصل في هذا أن دوام الافتقار والتواضع لله سبحانه وتعالى ولو مع التخليط أعظم وأفضل وأجل من الإعجاب بالنفس ومن الكبر، ولو مع الصفاء والحقيقة أنه لا صفاء. هذه الطاعة طاعة مدخولة، هذه الطاعة التي يأتي بها الإنسان ومع ذلك يتكبر على الخلق ويحتقر الناس، هذه طاعة مدخولة. لو كانت طاعة مقبولة لأورثت خشوعا وتواضعا في نفس هذا، في نفس هذا المطيع. ويذكر عن أبي العباس المرسي رحمه الله أنه كان يكرم الناس على قدر أقدارهم، فكان يخدم الناس ويكرمهم، فربما دخل عليه عاص فقام إليه وأكرمه ولاطفه وخدمه، وربما دخل عليه مطيع فلم يعبأ به. يعني يعرف هذا متكبر وظاهر الطاعة لكن قلبه مملوء كبر وعجب بنفسه فلا يبالي به، عليه رحمة الله تأديبا له حتى يعلم بأن الطاعة الحقيقية ما أثمرت ثمارها في النفس البشرية، تورث زكاة، تورث نقاء، تورث طهرا، تورث تواضعا وذلا وانكسارا، تورث لينا لعباد الله عز وجل، تلك هي حقيقة العبادة. فضلوا ذنبا لذل جراء على عبادة كسدك كبرى، لأن الكبرى من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا والزهد والتوكل، أفضل عند الله من أجمال شمخن من ظواهر الأعمال. هذا كلام منه رحمه الله له صلة بسابقه، يتعلق بالمفاضلة بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. أراد أن يقول بأن أعظم الأعمال هي الأعمال الباطنة، وذرة مقدار ذرة من عمل القلب العلي، العلي ها هنا وصف للعمل، أي ذرة من العمل العلي القلبي مثل الرضا، الرضا عن الله، الزهد في الدنيا، التوكل على الله، محبة الله، الإخلاص لله، الصدق مع الله، محبة الخير للناس، إلى غير ذلك من معاني القلب. وقبل ذلك الإيمان، هذه كلها أعمال قلبية. قال لك: وذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا عن الله تعالى، مثل الزهد في الدنيا، مثل التوكل، مثل الرضا والزهد والتوكل وغير ذلك من الإيمان بالله تعالى والإخلاص له والصدق معه ومحبته ونحو ذلك. قال لك: أفضل عند الله، هذه أفضل عند الله من أجبالي شمخن من ظواهر الأعمال، أعظم عند الله من جبال من الأعمال الظاهرة لكنها فارغة، هذه أعمال القلبية أعظم عند الله من جبال من الأعمال، ظاهرها طاعة لكن باطنها خراب، هذا لا شيء، لا تسوى شيء. هذا له علاقة بسابقه، لأن المدار على سلامة القلوب. ماذا العمل إذا كان من غير إيمان؟ لا يقبله الله. العمل من غير إيمان لا يقبله. ما فائدة العمل من غير إخلاص؟ ويعمل أعمال كثيرة لكن يرائي،
لكن يرائي يقصد بعمله ثناء الناس ومدحه. حبط عمله بسبب مراءاته للخلق، وهذا أعظم ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي وهو الرياء، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم أحدكم فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. هذا عمل لا بركة فيه. أي عمل ينفع الإنسان وقد مولئ قلبه تكبرا واحتقارا للخلق؟ أي عمل ينفعك وأنت معجب بنفسك؟ أي عمل ينفعك وأنت متلون وأنت منافق وأنت غير صادق مع ربك سبحانه وتعالى؟ فأساس الأعمال الظاهرة هي الأعمال الباطنة. أساس الأعمال الباطنة، الأعمال الباطنة هي أساس الأعمال الظاهرة. هذا ذكره غير واحد، وهذا مسألة اتفاقية، لكن بعض الناس لا يفهم المسألة على وجهها فقط. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن تكلم عن الإسلام والإيمان والصدق مع الله يقول: فبان بذلك أن أصل الدين في الحقيقة هو الأعمال الباطنة، أو قال الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، العلوم المعارف والأعمال القلبية، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع دونها. أعمال الظاهرة مرهونة بالأعمال الباطنة. لا يقبل الله عملا إلا إذا كان خالصا صوابا، إلا إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولأن المدار في الحقيقة كما ذكرناه مرارا على سلامة القلوب وطهارتها، ولأن القلب هو الملك وهو أمير الجوارح. قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب محل نظر الرب سبحانه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالنظر إلى القلب قبل النظر إلى العمل، لأن هذا العمل لا يصح ولا يكون مقبولا عند الله عن العمل الظاهر إلا إذا كان من قلب سليم. قال سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من هو الأواب؟ من هو الأواب لرب الأرباب؟ من هو الحافظ لحدود الله؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، جاء بقلب خاشع، جاء بقلب مخبت خاضع متواضع. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى على لسان خليل الله إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالأعمال الباطنة أساس الأعمال الظاهرة، ولا تصح الأعمال أو كثير من الأعمال الظاهرة إلا بهذه الأعمال الباطنة، على أن هذه الأعمال الظاهرة تؤثر في الأعمال الباطنة إذا بنيت على أساس صحيح. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والإكثار من الطاعات ونوافل العبادات مما يقوي الإيمان، مما يزيد في العلم والعرفان، مما يقرب من الرحمن سبحانه وتعالى ويزيد في محبته والتعلق به. والكلام في هذا الأمر يطول لا يتسع المقام له. على كل حال حسبنا ما ذكرنا: ذرة من عمل القلب العليم مثل الرضا والزهد والتوكل أفضل عند الله من أجبال شامخنة، جبال شامخة عالية. من ظواهر الأعمال لا تنفع الأعمال إذا كان باطنها خرابا، إذا كان الباطن خرابا. نعم. وليس بنافع بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. يا من تقاعد عن مكارم خلقه، ليس التفاخر بالعلوم الظاهرة، من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة. فأطول قسم في القرآن الكريم كما ذكرناه مرارا جاء على قضية تزكية النفوس وتطهيرها والارتقاء بها في مدارج الكمال. ومما يصلح شاهدا على ما نذكره الحديثان اللذان ذكرناهما، حديث عبد الله الحمار وحديث حسين.
كان محبا لله، فمحبته لله شفعت له ودافع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. والخوارج لهم أعمال ظاهرة ولهم ما لهم أعمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون، بمعنى أن أعمالهم عظيمة جدا، قوامون صوامون، عندهم عبادة يخضع لها، ومع ذلك قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لماذا؟ لأن الباطن خراب، لأن الباطن خراب. والواجب على المسلم أن يستوي ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، أن تكون أعماله على أساس أعماله الظاهرة على أساس صالح تقي نقي من الأعمال الباطنة. نعم. وترك درهم لكونه حضر أفضل من تصدقات وعمر. وترك درهم، شوف كأنه هذه الأبيات فيها تصحيح المفاهيم عند كثير من الناس. قال لك وترك درهم لكونه حضر، أي لكونه حضرا على لغة ربيعة. ربيعة الوقوف على المفتوح بالسكون، وإلا هو الأصل كونه حضرا. ثم لدى ربيعة المنون في نصبنا وفي جره يسكن كما قال في الكافية. فالمهم أو على رواية أخرى وترك درهم لكونه حضر، أي لكونه ممنوع، أفضل من تصدقات وعمر. أراد أن يقول ترك الحرام، ترك الحرام خير من العبادات الكثيرة. بعض الناس يكتسب الحرام ثم يظن يقول لك معليش نحج إن شاء الله ونعتبر. هذا لعب، هذا لعب، هذا يعبد الله بالمعاصي، هو يعبد الله بمعصية الله. اترك الحرام بس، اترك الحرام. وترك درهم لكونه حضر أو لكونه حضرا أو لكونه حضر لأنه محرم أفضل من تصدقات، أفضل من صدقات وإنفاق. وهذا المال من حرام، هذا لا ينفعك شيئا. وعمر الإكثار من الاعتمار والإكثار من، كان سحنون رحمه الله تعالى يقول، سحنون بن سعيد كان يقول ترك الحرام أفضل من العبادة جميعا. اترك الحرام، ولأن الكسب الخبيث، الكسب الحرام يحبط الأعمال ويفسدها الحرام. وذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. شوف زعم هذا عابد يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا ربي، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام في رواية، فأنا يستجاب لذلك؟ هذا لم يفهم شيئا. فهم ينبهونك على أنه أول خطوة بعد فعل الواجبات ترك المحرمات، أو مع فعل الواجبات ترك المحرمات، فعل الواجبات واترك المحرمات، ثم سر إلى ربك سبحانه وتعالى. أما أن تكتسب المال الحرام ثم تظن أنه يشفع لك بعض النوافل فهذا خلل كبير، وهذا جهل بحقائق الأمور وجهل بالشريعة. النوافل عمرها ما تشمع في المحرمات. يعني إنسان بمال حرام يروح يحج، يروح يعتمر. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف الصحيح. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب ذلك؟ هذا لا يستجاب له. هذه العبادة غير مقبولة لأن أصلها خبيث وليس طيب. قال وترك درهم، درهم واحد تتركه خير من تلك النوافل. وترك درهم لكونه حضر أفضل من تصدقات وعمر. عمر جمع عمرة، أفضل من صدقات كثيرة، وأفضل من نوافل، من الاعتمار، من العمر النوافل أفضل من ذلك كله ترك الحرام. زين. وأصلها الجامع حب الحاضر فيما حكى الهلال وابن عاشر. وأصلها الجامع، أصل أسباب أمراض القلوب، أمراض القلوب هذه الأمراض التي مضت معنا، الرياء، العجب، الحسد، أذكرناها بزاف، أمراض النفوس والقلوب، أصلها حب الدنيا والتعلق بها.
وش قال؟ وأصلها الجامع. نعم، وأصلها الجامع أي سببها الجامع. وأصلها الجامع حب الحاضر أي حب هذه الدنيا العاجلة. فيما حكى الهلالي أحمد بن عبد العزيز الهلالي صاحب النصيحة الهلالية، نظم في السلوك والتزكية ونظم مفيد، يقول فيه: وأصل داء القلب حب العاجلة فانبذه ويحتفل لأمر الآخرة لأمر الآجلة. وأصل داء القلب حب العاجلة فانبذه أي اتركه واطرحه واحتفل بأمر الآجلة أي الآخرة. قال تعالى: بل تحبون العاجلة. الله يخبرنا عن حقيقة النفس البشرية: بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فيما حكى الهلالي أحمد بن عبد العزيز الهلالي رحمه الله، وابن عاشر صاحب المرشد النوعي يقول: أعلم بأن أصل ذي الآفات أصل آفات النفوس، أصل أمراض القلوب حب الرياسة، حب العلو في الأرض. وتكلمنا عن حب الرياسة وأنه داء قاتل لا تكاد تسلم منه نفس بشرية. شو اللي يحبش يعظم ويفخم كل نفس تحب هذا؟ إذا كانوا يقولوا بأن حب الرئاسة هو آخر ما يخرج من قلوب الصديقين، الناس الصالحين الأولياء اللي يجاهدوا أنفسهم ودائما يزكون أنفسهم وهم في جهاد مع النفس لإقامتها على صراط الله المستقيم تزكيتها وتنقيتها. قال لك آخر ما يخرج حب الرئاسة، يعني النفس مجبولة على هذا، تحب العلو في الأرض، تحب أن تفخم، تحب أن تعظم، تحب أن تكرم، تحب أن تمدح، تحب أن ترفع الأعناق، أن تفسح لها الطريق، أن يذكرها الناس بالخير. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الترمذي والدارمي وغيرهما من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. في رواية: الشرف لنفسه. شرف النبي صلى الله عليه وسلم مثلهما بذئبين جائعا، بذئبين جائعين دخلا زريبة غنم فأكلا ما فيها. وكذلك هذان الداءان حب الشرف. الغزالي رحمه الله في الإحياء لما تكلم عن حب الرئاسة نزع بقوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، فمن يريد العلو في الأرض لن يكون من أهل الآخرة. فولك داء عياء تكلم عليها محمد مولود رحمه الله بأبيات رائعة رائقة: مدامها القرقف حب المنزلة، فاذكر إذا أردت أن تخلله كم من أمير نال منها أمله ثم استوى الساجد والمسجود له. كم من أمير نال مراده، نال العلو، ثم طواهما التراب وغيبهما القبر، الساجد والمسجود له، العظيم والحقير، ثم استوى الساجد والمسجود له. كم من أمير نال منها أمله ثم استوى الساجد والمسجود له. وأن قال إلى أن يقول: وأنه حب العلو، وأنه ميل عن المولى إلى عباده المفتقرين البخلاء، وأن في رعي القلوب تعبا إن ترضي بعضا فر بعض غضبا إلى آخر الأبيات. قد أبدع فيها إبداعا عجيبا وأحسن فيها إحسانا عظيما. فالشاهد ابن عاشر يقول: وعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرئاسة وطرح الآتي اللي هي الآخرة، رأس الخطايا هو حب العاجلة، ليس الدواء إلا في الاضطرار له. رأس الخطايا، كانوا الصالحون كانوا يقولون: رأس الخطايا حب الدنيا، تعلق بالدنيا، الركون إلى الدنيا. رأس الخطايا هو حب العاجلة، ليس الدواء إلا في الاضطرار له. سبحانه الانكسار والتيار بطهر قلوبنا، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، آمين اللهم. تكلمنا عن الدنيا كلاما مفصلا في الأبيات ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. حب الدنيا تكلم عليه في مطالع أو في الفصول الأولى من النظم: ومن حباب أمه يرينه بقلبه فطبه اليقين وجعله للموت نصب العين فهو صابون لهذا الرين.
وتكلمنا بأن حب الدنيا ليس مذموما لذاته، عفوا يعني حب الدنيا ليس مذموما مطلقا، يقدر يكون حب الدنيا مش لذة الدنيا، من باب التزود لطاعة الله، من باب الجد والاجتهاد، من باب الأمل في الاستكثار من الخيرات والطاعات والعبادات والإحسان إلى الخلائق والبريات. مش مذموم. المذموم حب الدنيا لذات الدنيا للتمتع بشهواتها ولذاتها. حب الدنا الأحكام تعتريه فهو بحسب ما يعين فيه، فحب ما منها إعانة على شيء من المحرمات حضلا، وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفض. الله تعالى ذم الدنيا وحقر من شأنها وأخبرنا عن حقيقتها، فقال اعلموا. كان بعض الشيوخ يقول لك الدنيا علم، لأن الله قال اعلموا أنما الحياة الدنيا، الدنيا علم، دنيا لازم تعرف وشنو هذه الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. ماشي صح والله، ما يصح. قاف شنو أشوف كلش سيزم، كلش لعب، أوهام فقط، يرفع هذا يخفض، حين نموت ستنكشف لنا الحقيقة. كشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، تبان لك الحقائق كما هي، فقط ابتلاءات وامتحانات. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو مرح، يعمل حال لعب ولهو، وزينة شيء جميل في الظاهر نتزين به لأنفسنا ولبعضنا البعض. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، فخر الناس يفخرون، وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الزراع ينزل الغيث ثم ينبت، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، ينبز بعد يولي مصفر. هكذا نفرح بالدنيا، نفرح بالدنيا وبملذاتها وبخيراتها وأموالها وأرزاقها، ونحن مجبولون على هذا. قلت لكم الشأن فقط أن لا تكون في قلوبنا وأن تكون في أيدينا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يصير زوالا، يصير هباء، كل شيء هالك إلا وجهه، ما من لذة إلا تفنى، إلا لذة واحدة، لذة القرب من الله، لذة مناجاته، لذة محبته، لذة الانكسار بين يديه، لذة الوصال به، هذه لذة لا تفنى، ما سواها يفنى إلى لذة الإيمان والعرفان. ثم يكون حطاما، وفي الآخرة خلاصة القضية يوم القيامة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، فاختر لنفسك، إما أن تكون من أهل العذاب الشديد أو من أهل المغفرة والرضوان، جعلني الله وإياكم منهم. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خالقها ينبئنا عن شأنها، الله اللي خلقها، يقول إن وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي أسك صغير أذنين ومقلوب، جدي ميت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا، يعني جيفة خلاصة، قال من يشتري هذا بدرهم أو درهمين؟ قالوا يا رسول الله إنه أسك وإنه لميت، يعني كما نقولوا إحنا، يعني هو جدي فيه عيوب، أسك نوصل مؤسك وميت، كيف اشتريه؟ قالوا يا رسول الله إنه أسك وإنه لميت، النفوس تقذره تنفر منه، كيف اشتريه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو كان سيد المعلمين والمؤدبين، كان يضرب الأمثال لأصحابه حتى يعوا ويفهم. قال من يشتري هذا بدرهم ودرهم؟ قالوا يا رسول الله إنه أسك وإنه لميت. قال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، هذه الدنيا التي تتكالبون عليها وتتنافسون فيها، وأحيانا يحقر بعضكم بعضا، يظلم بعضكم بعضا، وأحيانا يقتل بعضكم بعضا لأجلها، الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، الدنيا هذه هينة على الله من هذا عليكم. أنتم شوف كما تتكاثر. ذلك جاء في الحديث آخر، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، لو كانت جاءت عندها غير شوية قيمة، ما سقى منها كافرا شربة ماء، لو كانت عظيمة على الله لما وهبها أعداءه.
دنيا رب يعطيها للمؤمن والكافر للبر والفاجر في إشارة واضحة لعباده إلى عباده أنها فانية وأنها دار ابتلاء وامتحان فقط وليست دار قرار. دار القرار هي الآخرة, نحن أبناء الآخرة. الله تعالى حين خلق أبانا آدم خلقه في الجنة, الأصل إحنا أهبطنا إلى الدنيا ابتلاء وامتحان فقط, يعني إحنا جينا ضياف فقط, جينا ضياف ولا رايحين, هذا هو المعنى. لا يعقل أن نتعامل مع الدنيا كأننا سنخلد فيها. حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. نسأل الله أن يردنا إلى أوطاننا وأن يسلمنا من كل مكروه وسوء نبل. قال نعم. هذا في قول ابن عاشر: أعلم بأن أصل الآفات حب الرياسة وطرح الآت رأس الخطايا, هو حب العاجلة ليس الدواء إلا في الاضطرار له, في الاضطرار للمولى سبحانه وتعالى. زيد نعم. وقال: إن أصل كل داء رضا الفتى عن نفسه العطائي. العطائي فاعل وقال العطائي التخفيف والإماء, العطائي يريد بذلك بن عطاء الله السكندري رحمه الله أحد الأئمة الأعلام العلماء العارفين الصالحين, صاحب كتاب الحكم الشهير الحكم العطائي, كتاب النفيس في بعض المسائل التي تحتاج إلى تنبيه أو تقييد أو تعقيب وبيان, لكن هو في الجملة من أحسن ما كتب في بابه. الحكم العطائي كتاب عظيم في حكم, حكم تزيد الإنسان معرفة بالله وحبا له وانكسارا بين يديه. الحكم العطائية تعرفنا بالحقائق, قد فتح عليه فتح, فتح عليه فيها فتحا عظيما. المهم وش يقول؟ هو يقول لك أصل كل داء, ابن عطاء الله السكندري رحمه الله كان يقول أصل كل داء رضا الفتى, رضا الإنسان عن نفسه. أخرين قالوا حب الدنيا, هو وش قال؟ الرضا عن النفس. أصل الأدواء والأمراض أن ترضى عن نفسك. نحن على خير, هذا أصل الأدواء, لأن من رضي عن نفسه اغتر بالله تعالى, غرته نفسه ستغره الأماني, سيحب الدنيا, سيطول أمله, ستكثر عيوبه وتفسد أخلاقه, لأنه راض عن نفسه, يظن نفسه كاملا, وجاهل من يتوهم الكمال في نفسه. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شر نفسه, مع أن نفسه نفس زكية قطعة, نفس زكية, نفس المحمدية, نفس أخذت منها العلقة السوداء, كل واحد فينا فيه تلك العلقة السوداء التي تقبل الشرور, فقابلية الشر أخذت من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء: فلا يخطر بباله السوء ولا الفحشاء, صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ماشي فقط ما يديرش الشر, لا يخطر بباله أن يفعل شر, لا يهم بباله, عفوا, لا يهم, نعم, بقلبه أن يفعل شرا أو معصية أو كبيرة, أن يؤذي الناس, هذا لا يخطر بباله. العلقة السوداء أخذت من قلبه صلوات الله وسلامه عليه. جاءت في هذا أحاديث صحيحة صريحة في سيرته العطرة, وهو كان غلاما يلعب, غلام صغير, جاءه جبريل عليه السلام, جاءه ملكان فأقعداه وشق صدره الشريف وأخذ منه تلك العلقة وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طسطست من ذهب, وقالوا مملوء بماء زمزم, فغسل قلبه صلى الله عليه وسلم وأرجع والتأم صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. في الخبر ذكرته لكم في دروس السيرة, وذكرناه في المجالس الأولى لو تذكرون قبل سنة أو سنتين في مطهرة القلوب, لما تكلمنا في قول الناظم رحمه الله تعالى: وبعد وصف البدء فالإتقان لعلل الأفئدة الثنيا نوع عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجبلد الغزالي, وليس لازما ذلك من رزق قلبا سالما منها لدى غير الغزالي, فالغزالي يرى أمراضها غرائب. مسألة شهيرة فيها خلاف, هل الأصل في النفس البشرية أنها نفس خيرة أم أنها نفس شريرة؟ تكلمنا على هذا في الدروس الأولى من مجالس مطهرة القلوب, و
تكلمنا عن هذه القضية عن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا في قصة حادثة شق الصدر أنه لما أخذوا العلقة من قلبه قال الملك لصاحبه زنه بعشرة من أمتي ووزنه قل فقال فوزن قال عليه الصلاة والسلام فوزنني فوزنتهم يعني رجحت عليه وثقين لي. ثم قال له الملك قال له زنه بمئة من أمتي وضع مئة. تعرفوا باللي هذا عالم غيب عالم الملائكة عالم آخر نحن محجوبون عنه. تقول إيش كيفاش يعني هذه أمور غيبية أثقال الأشياء هل حقيقة مئة من البشر والذي قالوهم هو الذي وضع هذه أمور محجوبة عنها لكن نصدق بها لصحة الخبر بها. قال فوزنني قالوا زنه بمئة قال فوزنني فوزنت قالوا زنه بألف من أمتي فوزنني فوزنت أي كنت أرجح منهم. فقال له دعه فوالله الذي لا إله غيره لو وزنته بالأمة كلها لوزنها صلوات الله وسلامه عليه لعظم ثقله وعظيم منزلته عند ربه ومولاه سبحانه وتعالى. فابن عطاء الله يقول أصل كل داء الرضا عن النفس. إيش قالت امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن النفس لأمارة بالسوء وإذا ارتقت فتكون نفسا لوامة يعني كي ترتقي شوية تأمر بالسوء لكنها تلوم فيها ضمير حي. وإذا ارتقت وعلت صارت نفسا مطمئنة جعل الله نفوسنا مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.